السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. مرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لو معنا ديزابوني نقولوا لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد، قناة اللي غادي نتكلموا على كرة القدم. ماكسيم نردوا نعطوا الرأي تاعنا في ماكسيم لوبيز، ونتكلم في موقع خاصة به، الموقع ستار أفريكا، وين تكلم هذا اللاعب متوسط ميدان اولمبيك مارسيليا ماكسيم لوبيز. وين تكلم يفتخر باصوله الجزائريه، وهو من ولايه بيجاية. حنا قبل ما نبداو شفت واحد التصريحات، شفت واحد الناس التعليقات تاعهم. حنا كي نهضروا عاد قال لي انت يا ومنا. حنا يا بين نوضح لك انا اخويا، انا نبغي بلادي ونبغي نعيش في بلادي، ما نبغيش هذاك الهودي، ما عاد كيسموه هذاك اللي دار وما راح دار ثورات عربيه، هذاك الكلب هذاك خلط كاع على هذاك الهودي هذاك، ما عاد كيسموه هذاك. مشاني باغي انت تموت وانا نموت، تبقى مرتك وبنتك ومرتي وبنتي، ولدك وولدي، امك وامه، يروحوا يقعدوا عند بلايك تاع ستوب في كاس دولة، ولا عند دودان، ولا عند جامع، ويقول لهم عاونوا اخوكم جزائري. انا هذه اللي نخمم فيها، ماشي باغيها. خاطش ناس هم يهضروا على لازم نوضوا، بصح كاينين ناس واحد اخرين راهم يردوا على الموات كحلين، غدوا ان شاء الله تسيبوهم مكتوبين بالابيض تاع داعش. يا شعب الجزائري حرزوا روحكم، قسما بالله لا ليكروكودي راهم دايرين بالجزائر، حرزوا روحكم برك يحشوها لكم، حرزوا روحكم يحشوها لكم. هذه اللي نقول لكم، انا مانيش نقول بلي رانا مع بوتفليقه، ولا راني مع سعيد خو، ولا راني مع حداد، ولا مانيش نقول، انا نقول لكم حرزوا روحكم. هي صرالنا كيما صرا للدول العربيه، ولاو يوقفوا عند البلايك تاع ستوب، عند لي دودان، عند الجوامع، يقول لهم عاونونا. انا مشي باغي نشوف هذيك تاع عاونوا خوكم جزائري، خاصو عشاء ولا خاصو حليب ولا خاصو بيوكل ولدو ولا يشرب ولدو ويتقايسو في الزنق. هذه مشي باغيها، هذه اللي انا نقول لكم عليها انايا. انا نبغي بلادي، انا نعرف قلبي ونعرف راسي، نبغي بلادي ونبغي نحافظ على بلادي، نوقف فيها راجل حتى ما نبكيش عليها كالمرأة. نقولوا كل وليات عند الجوامع ندورو عاونونا باش نشري الحليب لولدي. هذه اللي نقول لكم فيها، حشت ناس بزاف لي كومونتير بزاف يعايروا منا. انا ما طيحونيش في البياج تاعكم، انا نعرف بلي الهضره اللي تجي خاطش هادو لما يقولوا لكم نوضوا ديروا مظاهره وديروا كيما ذاك هذا سطي سطي ولا ما كيسموهم هذو، لما يدوروا في راهم يديروا قنوات ويرسلوا لنا في الكلام مع البحر، مع الموجه تاع البحر، يجي هو وولادو يسيبني انا حداه. نهار اللي نسيب هذا زيطوط هو وولادو وبناته واقف في الصف الاول، انا نتحمل ونجي حداه، نوقف حداه. بصح هو قاعد ويدمر فينا، تطفر غير فيك وفيا، تطفر فيك وفيا. العشريه السوداء مات خويا، رايح يخدم على روحو مسكين، عشاميت مات خويا، ما عندناش. على نزيد نموت انا، على نزيد يموت خويا، ولا يزيد يموت خوك وتزيد تموت انت، علاه يبقاو غير ماتنا يبكم. ها راهي ما ربع عمليات على عينها وما براتش، ربع عمليات على عينها وما براتش من الدمعه، راهي ربع عمليات على عينها وما براتش. اما لا، كل واحد يعرف من ضربه. هما راهم عايشين في انجليز، عايشين في فرنسا، عايشين في الامريكان، عايشين باش توز داك زيتوط يهدر معاكم داير منه ويشرب في الماء مريح، خاطش عليه سيادو يقولوا له نوض هدر راك خالص يا ابن الكلب، يقولوا له يا الخاين هدر راك خالص. ولا حرزوا روحكم، هذه بلادنا، والله ما كان بلاد تربدنا، والله ما كان بلاد تربدنا. حرزوا روحكم. وعلى بالي ذي الهدره ما تعجبش بزاف الناس اللي حوسوا يشربوا الدم تاع الجزائريين، على بالي ذي الهدره ما يبغيهاش، اللي باغي يشرب الدم تاع الجزائريين ما يبغيهاش.
يعايرني هو الاول يعايرني في الكومنتير، وراني متحمل باش معليش عايروني، بصح المهم نهدر خاطر انا وطني وما نبغيش على بلادي ومن حقي نهدر. وتحيه الجزائر هي باش نتكلموا نعاودوا نولوا الموضوع تاعنا. الموضوع تاعنا وهو ماكسيم لوبيز، وين صرح تصريح لي يرد به على الناس اللي ناضت الخميس اللي فات شنا كيفاش بالشيخ لوبيز ومنا ما يجيش ويروحك وما يجيش. وين ماكسيم لوبيز وين قال لكم انا افتخر باصولي الجزائريه. هي اليوم الناس شفتها مشدر. وين في تصريحات له لموقع ستار افريكا تكلم متوسط ميدان اولمبيك مارسيليا عن اخبار تمثله، وين اختار تمثيل المنتخب الجزائري. وتكلم لوبيز عن المنتخب الجزائري حيث قال افتخر كثيرا باصولي الجزائريه من ولايه بيجايه ووالدتي، ولطالما كانت مصدر فخر بالنسبه لي. الاصول تاعو يقول لك انا جزائري، يقول لكم انا جزائريه، ما يقولكمش مش يقولكم نقارع نلعب مع فرنسا، غير نتوما محصلين فيهم دوزيام شوا، غير نتوما. انا شت بالفوضيل 19 عام جا الجزائر، بن طالب 18 عام، ادم الوناس 18 عام، بن ناصر 18 عام، ماندي 19 عام، فيغولي 21 عام، ابراهيمي 21 عام، بولحي 23 عام، زيد 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 والقائمة طويلة، كيسموه محرز 22 عام، زيد زيد كيسموه غلام، غلام 20 عام جا الجزائر. غير نتوما راكم تغلطوا في الشعب، غير نتوما باي تردوا نعايجي وباي تردوا تاع بارادو، هما راهم يختاروا في الجزائر، نتوما راكم تختاروا لهم في الجزائر. أقسم لكم بالله العلي العظيم، أقسم لكم بالله العلي العظيم، يا ذي قناة الهداف، وهي اللي تسير في مولودية الجزائر، ويتصرفوا في الأموال كيما يبغوا. قول لهم اليوم إلا هضروا على اللعابة، بصح على زفان يتجبدوا عليه. راه نقول لك بالشيخ بوحنيكة، على بالك زفان منين؟ أصلها منين؟ من بومرداس، بني عمو راهم غير يحلفوا فيكم. زفان زفان، من بومرداس بني عمو راهم يحلفوا منكم، يحلفوا فيكم. حرزوا روحكم. تعايروا ماندي، بصح المولوديه قالوا لي الامانه ما نقول ما نسيتوش اسماوات، انا ما نسيتش اسماء، انا ما تهضرش على الشعال تاعك اللي كذبها حبه دلاع، تقول كان يخدم في السوق. زيد انا ما تهضروش على لونترينير، خاطر داين معاه 380 مليون جبتوه المولوديه وديتو معاه 380 مليون. او هضروا انتوا كاع ما على بالكمش. واه طيحوا على ماندي، طيحوا ماندي 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 راه يلعب. انتوما انت بالشيخ وجماعتك كاع كيما درتو، انتوما من بكري تتفرجوا على الريال والبارسا في التلفزيون، اما لا ماندي وهذا في غولي ابراهيمي وكلش راهم يلعبوا كونتر عليهم. بن ناصر يلعب كونتر كريستيانو، ادم الوناس كونتر كريستيانو، غولام ضد كريستيانو، محرز يلعب كونتر صلاح تاعكم، يلعب كونتر ليفربول يكور فيهم كيما يبغي. زيد شاك باغي شاك باغي شاك باغي شاك باغي شاكم باغيين شاكم باغيين. هضر على المولوديه، هضر على الياسمه اللي السودان رايح جاي، بنتركم بانسيلكم طلع وهود طلع وهود. او هضروا ديروا فوضى لي خاطر علاه كلش يجي من المولوديه، راكم صايبين دراهم بالمولوديه راكم من البعيد، بصح نتوما حامينها مكاش اللي يهدر. بصح لي سيبورتير انا نقول لكم لي سيبورتير نتوما تستاهلوا. وين عاودوا نولوا نتكلموا. واضاف لوبيز المنتخب الجزائري مر بفتره فراغ في الفتره الاخيره خاصه 2017 2019، لكنه سيعود بقوة، وأنا أرى أنه الأفضل في إفريقيا من حيث اللاعبين المحترفين، ماشي هذو هنايا اللي خسروا مع السودان. ويلعب لوبيز في وسط ميدان دفاعي في الفريق الأولمبي مارسيليا، كما أن صاحب 21 سنة أصبح هداف الأول
الهدف الاول اللي بالماضي قبل كاس امم افريقيا، اللي ان شاء الله بربي نشوفوه ان شاء الله بربي في الفريق الوطني، وين راه مسهل ماموريه. شتا هي لا زتشي وجماعته ما بغاوش يخدموا، زتشي وجماعته ما بغاوش يخدموا. هذه هي تحيه الجزائر.